السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بتكلم في موضوع مهم وحساس، أتمنى منكم التركيز فيما أقول. إذا سمعت عن وفاة أي إنسان فأمسك لسانك فضلا عن سبه. في الحديث: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أما تكفير الشخص المعين والحكم عليه بالنار فهذا أمر كبير. تكفير المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. عقيدة المسلم أنه لا يشهد لمعين لا بجنة ولا بنار، حتى الصالح لا نعرف نيته، والفاسق لا ندري بما سيختم له. توفي الفنان عبد الحسين عبد الرضا وثار الجدل بين الناس. البعض مصمم أنه شيعي مشرك، ولذلك يستنكر على كل من يترحم عليه. وأنا أقول: غفر الله له ورحمه ورحم جميع أموات المسلمين حتى ولو كان شيعيا، فمن الظلم أن نحكم على الجميع بحكم واحد. طبعا الذي يقول بتحريف القرآن ويكفر الصحابة ويطعن في عرض عائشة وغير ذلك من عقائد الضلال يكفر، سواء كان سنيا أو شيعيا. وهذا الممثل رحمه الله لم يعرف عنه هذا، بل له مقطع يترضى فيه على الصحابة. قال أحدهم: لعله تقية. يا جماعة، إحنا لنا الظاهر، والله تعالى يتولى سريرته ونيته، والرجل أفضى إلى ما قدم، وله رب يحاسبه. بعدين ومشرك مو مشرك، في الجنة في النار، عوام الناس ليش يتكلمون في القضايا؟ خلوها للعلماء. إذا العلماء سكتوا ليش العوام يتكلمون؟ كل هذا الجدل خلانا نغفل عن أهم درس في هذه الحادثة، وهو هيبة الموت. يأتي الموت ويأخذ العلماء والفنانين، الأطباء الصغار الكبار الجميع، ثم تلقى الله، فماذا أعددت لذلك اللقاء؟ في هذا الدرس ودي أنصح نفسي والمشاهدين وكذلك الفنانين، خلنا نراجع أنفسنا ونصحح أخطائنا قبل أن نموت. تشوف هذول الناس ترى بعد الموت والله ما ينفعونك، لا اللي يمدحك بينفعك مدحة، ولا اللي يسبك بيضرك سبة، ما ينفعك إلا عملك. أخي الفنان، صلاتك، صدقتك، تسبيحتك، تلاوتك، كفارتك لليتيم، إحسانك للناس، هذا اللي بينفعك بعد الموت. شنو رصيدك من هذه الأعمال؟ أنا وإنت والفنانين الجميع محتاج إلى مراجعة الذات، لكن الفنانين أكثر، لأن أعمالهم تتحول إلى أرشيف مرئي تتناقله الأجيال. أخي الفنان، إنتاجاتك ما تموت بل تبقى حية، فتخيل لو أنك شاركت في مسلسل يدعو إلى خطيئة أو رذيلة، سيئاتك تجري ولا تتوقف حتى بعد موتك. واقع المسلسلات هذه الأيام فيها الكثير من الإساءة والكثير من الابتذال، فهي دعوة إلى تصحيح المسار. أنا عن نفسي أحب الخير للجميع بما فيهم الفنانين، وأدعو لهم أن الله تعالى يصلحهم، ففي صلاحهم صلاح وخير للمجتمعات.